مبادرة ساعد غيرك، مجموعة من الشباب ينظمون حملة لمساعدة الطلاب بتوزيع الملازم الدراسية لطلبة السادس الإعدادي المحتاجين مجانا من خلال جمع الملازم والكتب من الطلبة الناجحين من المرحلة نفسها في محافظة واسط، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الملازم في المكتبات ونقص الكتب في المدارس وعدم تجهيز الطلبة بالمستلزمات الدراسية. مبادرة ساعد غيرك مبادرة عراقية تكونت في 14 محافظة عراقية حتى وصلت انه شملت جميع المحافظات العراقية وجميع المدن العراقية. هذه المبادرة تكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة جمع الملازم، ننشر عدة بوسترات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نحث الطلاب اللي نجحوا من السادس للكلية هم بعد مو بحاجة لهذه الملازم، فيقوم بالتوزيع للطلاب، فيقوم بتبرع للطلاب اللي هم سووا نجحوا للسادس. هذا المشهد متكون ب 15 محافظة عراقية حاليا، جميع المحافظات العراقية متكونة هاي المبادرة بوقت واحد وبعمل واحد. في جزء كبير من موضوع التكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية، حيث ان العمل عمل الخير والمساعدة للطلاب الان يشمل في جميع المحافظات العراقية. غلاء الكتب المدرسية وصعوبة تحصيلها حرك الحس الاجتماعي الأصيل عند هؤلاء الشباب، فقاموا بالدور على قدر المستطاع بعد أن غفلت الجهات المسؤولة عن القيام بوظائفها. حملة مباركة قد قاموا بها هؤلاء الشباب بمساعدة شبابنا وعوائلنا ذات الدخل المحدود الذي لا يستطيعون شراء هذه الملازم، علما أن هذه الملازم والكتب في المكاتب ذات مبالغ خيالية، تصل الملزمة إلى أقل ملزمة هي 10,000 فما فوق، قد تصل إلى 15 و20، وبالتالي شبابنا لا يستطيعون شراء هذه الملزمة، وبالتالي هؤلاء الشباب قد أوفروا هذه الملازم والكتب لطلابنا الأعزاء. ومن أنهى رحلته الإعدادية فكر بغيره وبادر بنفسه للتبرع بكتبه ليستفيد منها المقبلون على مرحلة السادس الإعدادي. بعد ما توفقت الحمد لله والشكر ونجحت، فدائما أحب الخير دائما لإخواني، فاليوم جمعت كل الكتب مالاتي والملازم اللي تعبت بهن طوال سنة كاملة وجيت أتبرع بهن لإخوان الطلاب، حتى مثل ما توفقت ونجحت والحمد لله هم يتوفقون وينجحون. بالنسبة عندي أربع طلاب، اثنين بالإعدادية سادس علمي وأدبي، فأنا جيت هنا لهذه المبادرة الطيبة اللي سعوا بها ولدنا، مبروك عليهم. المبادرة إن شاء الله تتوسع بالمستقبل، وشكوا كتب زايدة عندهم يعني بادرون بها لأخوانهم الطلبة الباقين، لأن الأسعار خيالية هسه بشكل. هذه الحملة تحمل دلالات رمزية تكشف عن جوهر التكافل والتعاون الشعبي الذي طبع عليه العراقيون رغم الظروف والمحن.